طيب ابدا من عندك عبد الله، يعني فوز مهم جدا للاكيد للاتحاد علشان يتمسك بالمركز الثالث. مباراة كانت هادئة، يعني الناس محتارة من بيتوركا، مرة الاتحاد فوق مرة تحت، الأوضاع غير مستقرة في الاتحاد حتى آخر جولات الدوري. نعم، بس اسمح لي أفصل لك. أول شيء بتكلم عن المباراة وثلاثة ركلات جزاء أجمع عليها المختصين للاتحاد، يعني يا ريت الاتحاد ينظر له زي الأهلي ويأخذ حقوقه كاملة. عمل سلطان الحربي مباراة الوحدة، عملوا اليوم الطريس مباراة الشباب، الفرق انه الاتحاد فاز اليوم، مو عشان فاز احنا نحجب النظر. ليش الطريس عمل؟ لانه سلطان الحربي ما تعاقب، فالطريس الان كرر الاخطاء والامور عادية، الميزة انه الاتحاد فاز. بالنسبة للاتحاد، انا اقول الاتحاد فيه له مشكلة داخلية ومشكلة ذاتية ويجب انهم يشرحوها للاتحاديين. خسر الفريق مباراته امام الاهلي، الصراحة تم تحويل العملية من اخطاء المدرب واخطاء الاداره واكتفاء بتحويلها بس اللاعبين، ولو استمر الاتحاديين بهذه الطريقه النظر للامور بالجزئيات لن ينحل وضع الاتحاد، وسيستمر الوضع الاتحاد في حلقه مفرقه. عشان لما اتكلم كلام انا احب امثل على ريفاز، خاض تدريب واحد قبل مباراه الاهلي وجد نفسه في ارض الملعب، في المقابل عبد الشافي قاعد يتدرب عده ايام، لما تاكد جروسي انه غير جاهز ما لعبه. مونتاري لملم البطاقات، احب اقول لملم بالمنطقه البلدي، هنا بطاقه وهنا بطاقه وكملها ثلاثه وايقاف وراح ايطاليا قاعد شهر. هل مشكله ريفاز على مشكله مونتاري يتحملها اللاعبين عشان تحول الدفه كلها في ملعب لاعبي الاتحاد، وبالتالي فقدان الثقه بينهم بين جماهيرهم، ضرب العلاقه المميزه وغياب جماهير الاتحاد؟ الميزه الوحيده اللي كانت الاتحاد هذا الموسم انه معترس سجل الحضوري، اللاعبين دول جيل فاشل، هذول ما فيهم ثقه الى اخره. حتى لما نستمع للمعلق بلال علام هو يقول لعيبه الاتحاد يلعبوا بغير مسؤوليه او بعضهم سمى، والله لو نادي اخر من الانديه الصغيره ما يرجع على لعيبتهم بهذا الشكل، لكن هذا ما اراده الاتحاديون للاعبيهم، وعليهم انهم يراجعوا حساباتهم وانه يناقشوا مشاكلهم باكثر شموليه، ويتركوا من عمليه يعني ابعد المدرب وابعد الاداره واقصوا على اللاعبين. اللاعبين لهم بعض الاخطاء، وانا في وجهه نظري هي الاقل، الاداره لها اخطاء، المدرب له اخطاء، انا مثلت لك مثالين، ولو الوقت كان اسمح لمثلت لك 100 مثال عشان الكل يعرف انه المشكله في الاتحاد انه ما بيحلوا المشكله بشكل شامل، بيحلوا جزئيات، وعلشان كده العوده طال انتظارها في نادي الاتحاد. طيب اسمع رايك حسن. اولا خلينا نتفق مع ابو احمد في جزئيه مهمه جدا، انه انا اشوف انه في ثلاثه اسماء في الاتحاد مهمه جدا وكانت من اسباب انه الاتحاد باقي في هذا المركز الثالث ونحقق فوز. فهد المولد، عبد الفتاح عسيري، جمال باجندوح، من الاسماء المهمه جدا في الاتحاد. الغامدي، عبد الرحمن الغامدي، اسماء مهمه جدا بتعمل فارق لما تكون داخل ارض الملعب. يعني لو شوف فهد المولد قدر الانتقادات اللي بيحصلها، لكنه حسن مباريات كثيره جدا للاتحاد. نفس الوضع عبد الفتاح عسيري او عبد الرحمن الغامدي او جمال باجندوح بيتعرضون لحمله شعواء جدا من اعلام اتحادي، او انا ما احب اسمي اقول اعلام اتحادي واعلام نصر، لكن اعلام مقرب للاتحاد، انه حمله ضد هذا الثلاثي بشكل يعني واضح انه تعمد القسوة عليهم وتعمد خلق فجوة بينهم وبين جماهيرهم. في المقابل نشوف انه لاعبين مثلا لاعب زي أسامة المولد، لاعب تاريخ ولاعب كبير ولا احد يختلف عليه، من افضل المدافعين اللي مروا على الكرة السعودية، لاعب الان له سنتين بيتعالج في الاتحاد، لا بيلعب ولا بيتمرن الا نادرا، لكنه عمره حتى في الاحتياط ما بينزل معهم في الاحتياط، ورغم كذا ما حد بيقول كلمه. حمد المنتشري ما حد بيقول كلمه عنه، ليه؟ لانه الناس هذول اللاعبين مقربين للاداره، او انه وكيلهم احد المقربين لاداره نادي الاتحاد او شقيق الرئيس اللي هو سلطان البلوي. لكن البقيه ذولا عشان ما حسب معلوماتي انا انهم عشان ما وقعوا مع المقربين من الاداره او ما وقعوا مع الوكيل اللي تبغاه اداره النادي، تفتح الابواب لهم للحمله ضدهم. يعني رساله فهد المولد اللي تسربت للمدرب، يعني ايش معناها؟ رساله ارسلها اللاعب للمترجم عشان يوصلها مدرب، بعد دقائق وهي في الاعلام منتشره في الاعلام كله بالكامل. ايش معناها هذه؟ معناها انه تأليب الجمهور ضد اللاعبين. انا اقول للاتحاد اذا حبوا
يرجعوا ويعودوا المنافسة لازم أول شيء إنه حماية لاعبينهم من بعض الناس المقربين من الإدارة. يعني أنا أقول إنه أي نادي يتمنى عبد الفتاح، يتمنى فهد المولد، يتمنى عبد الرحمن الغامدي، أسماء مهمة جدا وتلعب في أي نادي من الأندية المقدمة. ما في نادي يرفض مثل هذه الثلاثة، لكن في الاتحاد يتعرضون لحرب. ليه؟ الحرب هي حرب إنك هذول الأسماء مع الإدارة أو ضد الإدارة بس.